مرحبا متابعي قبل وبعد تيفي في فيديو جديد. يعتبر مسلسل طاش ماطاش أحد أشهر المسلسلات الكوميدية السعودية والخليجية وأكثرها مشاهدة. المسلسل من بطولة عبدالله السدحان وناصر القصبي، ويتكون المسلسل من 19 جزء و30 حلقة لكل جزء، وعرض أول جزء له في رمضان سنة 1993 وآخر جزء في رمضان 2023. وفي هذا الفيديو سنعرض لكم أبطال المسلسل بين الماضي والحاضر. لا تنسوا لايك للفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.